وثائق تكشف للمرة الأولى تتحدث عن رسائل حازمة وجهها ملك سعودي لوزير بريطاني حول فلسطين والاحتلال الإسرائيلي. الملك السعودي يوجه رسالة تحذير شديدة اللهجة للزعماء العرب، وولي العهد يؤكد إسرائيل لن تحقق انتصاراً نهائياً. كشف موقع قناة بي بي سي في مقال للصحفي عامر سلطان عن وثائق حول مضمون حديث وزير الخارجية البريطاني ديفيد أوين والملك السعودي الراحل خالد بن عبد العزيز عام 1977. في الوثائق المكشوف عنها للمرة الأولى، طالب أوين السعودية بعدم معاتبة بريطانيا على إعلان فلسطين وطناً قومياً لليهود، فقال: لا يمكن أن يتحمل الأبناء مسؤولية أخطاء الآباء إلى الأبد. حينها رد الملك خالد قائلاً: لم أحملك مسؤولية أخطاء الماضي، إنما ما آمله هو تصحيحها. بحسب المقال، اشترط الملك على الوزير البريطاني أن تنسحب إسرائيل من كل الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967، وأن يتم التوصل لحل عادل لقضية فلسطين. الملك خالد حذر من التساهل بحقوق الفلسطينيين قائلاً بحزم: لا يمكن أن ينجو زعيم عربي يرضخ لحل لا يأخذ حقوق الفلسطينيين بالاعتبار. كذلك كشف المقال عن سبب عدم تدخل المملكة في الصراع ضد إسرائيل بين عامي 1954 و1967. بحسب المصدر، أشار ولي العهد السعودي حينها الأمير فهد بن عبد العزيز إلى الصراع الشرس بين الرئيس المصري جمال عبد الناصر وبين المملكة. الأمير فهد قال لوزير الخارجية البريطاني أن تدخل الرياض يومها كان سيعقد الوضع أكثر ويؤخر الوصول إلى حل. الكلام، ولكن الجيش المصري جيش واعي، جيش وطني، جيش عربي، جيش الأمير فهد صارح المبعوث البريطاني قائلاً إن المملكة تقبل بوجود إسرائيل في الشرق الأوسط رغم أن الأخيرة لم تعترف بحقوق الفلسطينيين. بحسب المصدر، الأمير فهد قال: لا أحد يفكر في محو إسرائيل، وهي دولة موجودة في الشرق الأوسط. كذلك انتقد الأمير من سماهم بالمتطرفين الإسرائيليين الذين يعتقدون بالانتصار النهائي لإسرائيل، معتبراً أنه من المستحيل أن تحقق إسرائيل انتصاراً نهائياً. الأمير فهد أضاف قائلاً: الزعماء العرب لهذا السبب مستعدون للعمل من أجل تطوير العلاقات مع إسرائيل كي يمكن أن تكون هناك نهاية لحالة الحرب.